هلا بفلوق جديد جماعة. في كتير عالم قالوا لي انه محمود انت بتحب، محمود انت عندك حبيبة، فانا كنت احب الصراحة، بس ما اجت الفرصة اني احكي عن حبيبتي ولا لكم مين هي، لانه كنت حابب انه اخلي الموضوع سري شوي، بس هي اتضايقت كتير وقالت انه ليش ما حابب تحكي وكذا وهالقصص، فصار موضوع حساسية. ايه، فاليوم انا بدي اعترفكم مين هي حبيبتي، هي كاميليا دور جولييت. كاميليا، فيعني بصراحة مضطر انه اعترف، وهيك هي القصة كلها. صح، هي مع مرض معدي. فخلاص انا بدي احكي، هي هي الفرصة، لانه هي كثير بتغار. المهم قالت لي مين هي مين، لانه كل عم بيسألني مين حبيبتك مين كذا مين كذا، هي حبيبتي. فاذا حابة تحكي معهم شيء قولوا لهم، وانا ممكن اوقف اليوتيوب خالص، انه قال ما بده انه لا يوتيوب ولا سوشيال ميديا. فبظن انه هذا الفلوج الاخير للقناة، مو فلوج حتى، يمكن هي فرحانة بس انا حزين اكيد، رح اودعكم. هي بس الفريدو ما رح ياخذها مني، هو الفريدو لما بفوت بكون على اساس بده يخطبها، فهمتوا كيف؟ فهو كذاب ونصاب، انا عم اقول لهم من اول مسلسل انه الفريدو نصاب نصاب. فمفتاح ابوه اللي امي ما بتعرف تسمع صوته، هلا الناس فاتت بالحيط ما عاد. انا عم احكي لكم قصه المسلسل، فهمت علي كيف؟ ايه طيب، هو ما بيهتم فيني اكيد، انا اكيد 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 بدي احب يلي بيهتم فيني، يلي هو بس هي المنافس الثاني الفريدو. بس هي لحد الان بتشبه رفيق عصام اللي بالصف الرابع. شرفكم، انا بشبه عصام. طلع طلع، ما هيك المخرج بده. هو المخرج بده، بس انا بشبه عصام. طيب انا ما كنت احبها، يعني ما اعطيها اهتمام، فهمتوا علي كيف؟ بس بعد ما يجي الفريدو ابن عمتي لعنا، وانا بشبهها لعصام دائما يعني. فالفريدو بعزم على المطعم وبتطلع لبرا معه، وكانه ما في شيء، كان الامور عاديه جدا يعني، فهمتوا كيف؟ وبتنعجب فيه، هي بتنعجب فيه مشان تغيظني. فانا هون بحس انه لازم انه غار عليها اعمل شيء صح. فانا برجع كاميليا، هو بوعدها ليخطبها وهي بتوافق، في يوم اللي بسرق لي البدله بده يطلعوا عندك. بس ما وافقت، يعني بدها توافق. ايه بس اخذوا موعد خطوبه، والفريدو بياخذ بدلتي ليطلع يخطبها من اهلها. فشو بصير؟ الفريدو النصاب، انا كتبت اوراق الارقام اللي يا نصيب، فبيسرق الارقام وبيربح الجائزه وبيهرب، بيتركنا. فانا هون بلش انه اعجب بكاميليا صراحه. اي هاي للحلقه الثامنه، بس بعدين ما اعطونا النص نكمله. لا عن جد راح تحبوه. طبعا كاميليا هي اسمها يمام، بس بشخصيه كاميليا. قولي له عنك شو دارس، شو اشتغل. انا يمام حسن، اعلاميه، وبشتغل كمان ممثلة، وهلأ عم مثل مع محمود دور كاميليا بنت الجيران، مسلسل بنت الجيران، السعادة مسلسل السعادة مفتاح. شو دورك؟ أنا بنت الجيران يلي بتحبه لكاميليا، بتحبه لمحمود، وبتعزف على البيانو، وهيك حدا مهضوم يعني، وهو صار جزء من العيلة يعني. ايه، وبضل بتلعب بلاي ستيشن مع الجد لتخبي حالها، وما بتظهر حالها للعالم لانه بتخاف من عالم وسائل التواصل الاجتماعي. طيب شو كان لك شغل اشتغلتيه قبل بهالمجال او غيره بالاعلام؟ هلا بالنسبه للتمثيل اشتغلت بحي المطار بالاذاعه، وفي فيلم بالسينما كمان، وهي ثالث تجربه لإلي. طيب بالدراما كيف حسيت الدراما؟ لا انا كثير حبيت الدراما لانه فيه هيك تسلايه، وبكون كثير فيه حركة، فأنا بحب الحركة يعني. وشو رأيك بهالمسلسل؟ هلا نحن وصلنا لثلاثة. هلا بتمنى إنه ينال إعجابكم، هو كتير حلو ومهضوم وكوميدي، وفيه كتير شغلات حلوة يعني، فيه مشاهد كتير كتير حلوة. ممكن اليوم هو تقريبا ختمنا الحلقة السابعة، هو من 13 حلقة، فأنتوا يمكن ينزلكم الفيديو قريب كتير يعني، هلا رح ينزلكم اليوم جمعة، رح ينزلكم لا اليوم لا بكرة السبت. فبعد تقريبا 15 يوم ولا 20 يوم ماكس 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 انتوا راح تشوفوا الحلقه الاولى على التلفزيون، الان راح تنعرض على التلفزيون الان، وانتوا راح تشوفوا تماما. فانا قلت لكم قبل انه انا دوري الولد اللي انا مجنن العيله كلها، ودائما بدي انتحر وبدي اخلص من حياتي، والكل ما بيحبوني ولا حدا بيطيقني، وكلهم ضدي وكله بيستفزني، مشان اشتغل
وريح اهلي وجدي وامي واختي الصغيره، فرح تشوفوا احداث كثيره بهالمسلسل. الجد تمام رح تمام يحب جولييت، والام عم تدعي على ابي اللي سافر على هولندا وتركنا تركنا حالهم. فالقصص هي كلها مجتمعة بمسلسل، هو من 13 حلقة الجزء الأول. بظن إنه كل أسبوع رح تطلع حلقة. كتابة رضا الشعراوي. كتابة رضا الشعراوي وتمثيل محمود بيطار ويمام الحسن وميرنا زينون. ميرنا زينون وخالد خالد حسن يمام حسن و ويزن الغاطي وفيكتوريا وفيكتوريا جولييت، خالد بشخصية عمه فريد، يزن بشخصية رامي، لارا، لامار بشخصية بطلة لارا بطلة المسلسل للي هي تفتح المسلسل تماما، فرح تشوفوها وتتعرفوا عليها. وكثير مبسوطين مع التيم اللي عم نصور معه الفريق، جد كثير هيك ايه كثير كثير اي ايام مناح، بس هن سوبر ممتازين كثير ممتازين. فحابب اتشكر على الشغل هذا وكل شيء عم يشتغلوه. نحن اليوم بالحلقه السابعه، وصلنا للحلقه السابعه وتقريبا تمنا 6 حلقات تماما اكثر ستة ست حلقات تماما. هو عم تعذب فيهم كثير من الصبح للمساء، وبرد وكذا تصوير ومكره عم يجي مفوت، بس راح تحبوا راح تحبوا. هلا نحن موطين صوتنا انه عم يصوروا برا مشان هيك. اي والله، فنحن اذا حابين تتابعوا احداث المسلسل هي كلها، نحن مسوين صفحه على الانستغرام اسمها للسعاده مفتاح، بس اكتبوا بالعربي بالانستغرام للسعاده مفتاح بتطلع لكم فورا. هيك هي الصفحه، في كثير ناس صار راح يتابعوها. لحظه نسوي لها فوكس، هي تمام للسعاده مفتاح. عم ننشر فيها كل شيء، صور كل شيء بننزله هون، بنفتح لايف ايام، فاذا حابين تتابعوا راح تحبوها. فهذا الفلوج والمقطع كنت حابب اعرفكم عن مين كاميليا وشو دوره وشو بتعمل كذا، لانه راح تشوفوا المسلسل وراح تنبسطوا فيه كتير. وبوعدكم انا اول ما ينزل راح اقول لكم ايمت راح ينزل وكيف فيكم تتابعوه، هو على التلفزيون الان، وراح اعطيكم المعلومات كلها على السوشيال ميديا. فتحياتي لكم جميعا، وهي عرفتكم على يمام كاميليا بنت الجيران، وبتمنى لكم يوم سعيد. استمتعوا بالمشاهدة. أكيد. سلامي. باي.